صندوق الإسكان يبدأ فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات الإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي اعتباراً من الأسبوع المقبل. المركزي الأوروبي يعلن نمو إقراض البنوك بمنطقة اليورو للشركات بأبطأ وتيرة في عام ونصف في نوفمبر. تراجع البورصات العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب مخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. مرحبا بحضراتكم، موعد نشاطنا الاقتصاديه المفصله تاتيكم على شاشه النيل. يبدأ صندوق الاسكان الاجتماعي فرز اوراق المتقدمين لحجز وحدات الاعلان الثاني عشر بمشروع الاسكان الاجتماعي، وذلك اعتبارا من الاسبوع المقبل. وتقدم لحجز الوحدات ما يقرب من 20,000 مواطن قاموا بسداد المقدمات والتسجيل على الموقع الالكتروني. كانت وزاره الاسكان قد اعلنت عن طرح الاعلان الثاني عشر بمشروع الاسكان الاجتماعي بمساحات تصل إلى 90 متر مربع، وذلك تحت عنوان مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة بمحافظات الشرقية والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والغربية. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة خلال العام الحالي 2020 على ما كانت عليه خلال العام الماضي 2019، وذلك مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن، هما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، حيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة 5% عن العام الماضي على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من أبريل المقبل. وقال رئيس الهيئة إن قناة السويس تعد شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، حيث يعبر من خلالها نسبة 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرب من 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و 100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا. قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي إن بلاده في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته المالية. وزعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي، وزادت مخاوف المستثمرين من أن تخلفا محتملا عن السداد قد يلوح في الأفق للبلد الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الديون في العالم، بينما هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس. ويقول خبراء اقتصاديون إن 2020 من المرجح أن تشهد أول انكماش اقتصادي للبنان في 20 عاما، ويقول البعض إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 2%. قررت جمعية مصارف لبنان إغلاق جميع فروع البنوك العاملة في محافظة عقار أقصى الشمال اللبناني لأجل غير مسمى، وذلك بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة وقعت داخل أحد فروع البنوك بالمحافظة. وأشارت الجمعية إلى أن فروع البنوك في بعض المناطق اللبنانية أصبحت تتعرض لتعديات وانتهاكات تخالف القوانين، وتتعارض مع كافة التحركات والطروحات الإصلاحية المشروعة. جدير بالذكر أن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كان قد لوح بالدخول في إضراب عام في القطاع المصرفي، وذلك لحين استعادة أجواء الهدوء والاستقرار داخل البنوك بعد أن شهدت العديد من البنوك عمليات اقتحام متكررة. أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي نمو إقراض البنوك في منطقة اليورو للشركات بأبطأ وتيرة في عام ونصف العام في نوفمبر، ما يشير إلى حظر متزايد على الرغم من قوة الأسواق المالية وإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن القروض للشركات غير المالية نمت بنسبة 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2018، في حين استقر نمو القروض إلى الأسر عند 3.5%.
في ألمانيا، أفادت بيانات لمكتب الإحصاء الاتحادي. أن التضخم السنوي في البلاد ظل مكبوحا في ديسمبر، وهو ما يبرز التحدي الذي تواجهه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو. في غضون ذلك، أفادت بيانات أن البطالة ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يعزز المؤشرات على أن الضعف في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر سلبا على سوق العمل في أكبر اقتصادات أوروبا. وأظهرت بيانات من مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين ارتفع بواقع 8000 إلى 2.28 مليون، ذلك بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. في الولايات المتحدة، ارتفع انفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر، وذلك في مؤشر على أن قطاع الإسكان يعطي بعض الدعم للنمو الاقتصادي. يأتي هذا في حين انكمش قطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر بأسرع وتيرة في أكثر من 10 سنوات، مع هبوط طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في حوالي 11 عاما، وتراجع التوظيف في المصانع لخامس شهر على التوالي. وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تراجع إلى 47.2 الشهر الماضي من 48.1 في نوفمبر، وهذه أدنى قراءة منذ يونيو 2009. سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية، بينما سجلت أسواق المال الكبرى في العالم تراجعا ملحوظا. يأتي ذلك عقب اغتيال المسؤول الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد، وتوعد إيران بالرد، ما أثار مخاوف من نزاع في الشرق الأوسط الغني بالنفط. والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تسجل أسواق المال الكبرى في العالم تراجعا بتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد، ما أثار مخاوف من نزاع في المنطقة الغنية بالمحروقات. الأسواق الأوروبية تأثرت سلبا بتلك الأحداث، فانخفضت بورصة لندن بنسبة 0.42%، وخسرت بورصة باريس بنسبة 0.52%، وامتدت الخسائر إلى بورصة فرانكفورت لتتراجع بنسبة 1.50%. في المقابل، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، بعد مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيك برنت جلسة تداول مرتفعة 2.35 دولارا أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولارا أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 63.5 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ إبريل 2019 عند 64.9 دولار. ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو 2019، ودفعت الأزمة المستثمرين إلى التوجه إلى الخيارات الأكثر أمانا ومن بينها العملات، حيث ارتفع الين بنسبة 0.6% مقابل الدولار. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 4 أشهر مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 1546.68 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.5% لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار. أما المعادن النفيسة الأخرى فقد استقرت الفضة عند 18.2 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1985.70 دولار. وإلى الصين، حيث أعلن بكين انخفاض مستويات الضباب الدخاني في منطقتها الحضرية بأكثر من 17% عن عام 2019، وذلك بعد 5 سنوات من حملة لمكافحة التلوث. كانت بكين قد صادرت المدن المستهدفة الحرب الصينية ضد التلوث
التي بدأت في عام 2014 وأدت إلى إغلاق ونقل الصناعات المسببة للتلوث وتحسين معايير الوقود والانبعاثات وتقليل الاستهلاك من الفحم في كل من المدن والمناطق المحيطة بها. وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة، بقيت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. صندوق النقد، صندوق الإسكان عفوا، يبدأ فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات الإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي اعتبارا من الأسبوع المقبل. المركزية الأوروبية يعلن نمو إقراض البنوك بمنطقة اليورو للشركات بأبطأ وتيرة في عام ونصف في نوفمبر. تراجع البورصات العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب مخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. انتهت نشاطنا، دمتم في أمان الله.